صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في تقديم الله عز وجل لصالح المؤمنين على الملائكة فيه دليل على تفضيل صالح المؤمنين على الملائكة؟ لا، ليس في هذا الدليل. والمسألة فيها خلاف، ويقول لا قائل تحتها، لا قائل تحتها هل هو أيهما أفضل، الملائكة أو المؤمنين من البشر؟ لا قائل تحت هذا البحث. نعم.